في هذا الجو الجميل اللي قاعدين نسجل فيه حلقة اليوم ما نقول إلا حياكم الله مع فكر واربح. ابن بريح هذا لقب على من أطلق؟ زي ما في اختيارات؟ ابن بريح؟ ابن بريح ما في اختيارات؟ بدري يعني يمكن صحابي أو شيء. ابن بريح يعني هذا جاهلي يعني في عهد الجاهلية. ابن مريح؟ لا ما عندي فكرة. ابن مريح أبيك توضحي أكثر يعني. على سيدنا إسماعيل بن إبراهيم. لكن يوم طلعت ما فزت مرة مساعدة عندك ولا نخلي رفيقك يضحك عليك؟ زين ما بيوضح شيء. يوضح ابن مريح. ابن مريح نبيل بن إسماعيل بن إبراهيم. خلصت انا الاسم يمكن. ابن بريح. ابن بريح من الخلفاء يعني. والله صراحه ما اعرف. بلال. ابن بريح لا والله ما اعرفه. ابن بريح والله مو سهل هذا. بلى مو كنا بلال ابن بريح. ابن بريح ما ادري. سلمان فارسي هذا على الغراب. على الغراب. الغراب على منو دقيت انت وقال لك الاجابه؟ ما حد من وين يا داق؟ يعني أنت شاطر يعني. إيه عارف. يعطيك العافية. الله يعافيك. بالفعل الغراب. ما هو الحيوان اللبون الوحيد الذي يضع بيضا؟ سحلفات. إسبانيا. حيوان الثدي نفسه اللي يضع بيض. تمساح. تمساح. أو الحية أعتقد. شنو؟ الحوت. فقمة. فقمة ناس بويانا. البطريق. السحلفات. السحلفات شلون عيدة عيدة. البطريق. السحلفات هو من الأسماك الحيوانات البحرية. الحوت. حيوان يضع بيض. سلحفة. وي ما أدري. السلحفات يعني الثدييات يمكن. الفقمة. حيوان لبون يعتبر الحيوان الوحيد الذي يضع بيضا. وخلد الماء. خلد الماء بس. مشكور. بعض مرات على الفطور مثلا في واحد بالبيت مميز يأكل بسرعة ولا أكله بطريقة يعني ما تعجب الآخرين تلقاهم يطالعونه بطريقة يمكن ما تعجبه. ففي مثل كويتي عن هالشغلة هذه. في مثل كويتي يقول إذا شفتهم يطالعونك. إذا شفتهم يطالعونك. والله إذا شفتهم يطالعونك أخذهم بس أخذهم. ما أدري هو على بالي بس ما طالعهم. شفتهم يطالعونك خذهم. خذهم وعين حمرة. عليكم بالعافية. عليكم بالعافية. طالع وبحلق عيونك. ها؟ طالع وبحلق عيونك. مو طالع. اي والله كذي شغلة وبحلق عيونك بس ما طالع وبحلق عيونك كذي يعني. ايش يسوي؟ ها؟ يعني انت اذا شفتهم يطالعونك شو تسوي؟ انت بالاساس قاعد تسوي اكل وبحلق عيونك. اذا كله بحلق عيونك. شلون يبحلق عيونك؟ شلون؟ شلون يبحلق عيونه يعني؟ ما هي المدينة التي لقبت بالعاصمة المثلثة؟ العاصمة المثلثة والله ما مرت علي. مثلث بالماده؟ مو مثلث. مو مثلث بالماده؟
بحرين؟ عثمانية؟ والله ما عندي فكرة، ما عندي فكرة. على من أطلق اسم العاصمة المثلثة؟ والله أعتقد على الخرطوم. الخرطوم، ما تعتقد بل أكيد الخرطوم تلقب بالعاصمة المثلثة. قبل لا نختم برنامجنا وحلقة اليوم من فكر وربح، عندنا جملة نبيكم ترتبونها. الجملة شوفوها الحين على الكادر. وسيم حط الجملة. جواز قيمة حلوة ترضى، فكر شوية وجاوب صح. جواز قيمة حلوة ترضى. شكرا لكم على حسن المتابعة، نشوفكم باكر، مع السلامة. فكر شوية وجاوب صح، جوائز قيمة حلوة ترضى، فكر شوية وجاوب صح، جوائز قيمة حلوة ترضى.